السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بسيطة جدا، قناة العلوم والتكنولوجيا. ومع استكمال أو الدرس الـ30، يعني النهاردة بنكمل 30 درس في دورة صمم تطبيقك بنفسك بدون برمجة. في البداية النهاردة هناخد درس سهل جدا، وهو أو يمكن درس مهم برضه، من أوامر أو أنظمة التصميم يعني ديزاين، وهو درس تاب لي اوت. يعني ايه تاب لي اوت؟ يعني ممكن نشوفها على جوجل، يعني التاب لي اوت زي كده. طبعا انتوا قبل كده خدنا حاجات اللي هي الصفحات السفلية او صفحات علوية. النهاردة هناخد التاب لي اوت اللي هي الصفحات ان انا اقدر اعمل صفحات فوق، يعني صفحات زي كده. بصوا ان انا اقدر اعمل صفحات ايه زي كده، يعني صفحات، بس صفحات علوية. احنا خدنا في درس من الدروس في قناة بسيطة جدا، خدنا الدرس اللي هو بوتوم نافيجيشن، اللي هو الصفحات السفلية. واحنا قلنا ان احنا قبل كده ان احنا ازاي نعمل صفحات سفلية للتطبيق. طيب الدرس المرة دي، وهو الدرس ان انت ازاي تعمل بقى صفحات لتطبيقك من فوق زي ما انتوا شايفين كده. وليكن احنا هنعمل تطبيق مثلا ايه، عن وليكن يعني عن البرمجة مثلا، تمام. هنتكلم في سي شارب، هنتكلم مثلا في سي بلس بلس، وهنتكلم في جافا مثلا، تمام. ثلاث حاجات، ثلاث صفحات هنحط فيها اللي احنا محتاجينه، فهنبدأ نطبق على اساسها يعني. وده طبعا الصفحة الخاصة بتاعتنا. طب تعالى ندخل كده. طبعا قبل ما ندخل الجزء الاول المعتاد بتاعنا، طبعا يعني اتمنى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من دروس، تمام. هندخل على اخر فيديو ونبدأ ناخد منه التعليقات، يعني يعني انا شايف مشتركين جداد معانا بصراحه، بسم الله ما شاء الله. يعني في اون واوف بيقول احلى لايك، ربنا يخليك يا رب. وحضرتك شرحت ازاي اعمل صفحه تسجيل دخول. لا دي طبعا هتبقى يعني هتبقى اكتر من درس، مش هيبقى درس واحد، لان احنا قلنا هنعمل صفحات لوجن، بس مش دلوقتي. انا عايز ان انت تدخل على صفحه اللوجن، هي سهله جدا ان انا ممكن اعملها لك، بس هي اعلمها لك، بس هي الفكره كلها ان انت لازم تبقى محترف اكتر، لازم يعني الاحتراف. انا مدرج الاحتراف سنه سنه لغايه ما ايه ان شاء الله نبقى محترفين جدا، ان احنا نقدر نعمل تطبيقات خاصه بينا يعني في كل حاجه. طبعا ان انا اعمل صفحه تسجيل دخول، دي هتبقى تسجيل دخول اونلاين او لوجن اونلاين او اوفلاين، تمام. هيبقى فيه خاص برضو، جزء هيبقى خاص بالتصميم وجزء هيبقى خاص بالبلوك او الكود. يعني تيك مارك رائع، ربنا يخليك تيك مارك. حسين محمد بيقول عفوا بخصوص فون كول، يحتاج كود خارجي ام لا؟ هو يمكن ده مرتبط بالسؤال اللي فوق ده، اللي هو ممكن حلقة بخصوص ربط التطبيق في برنامج مع برنامج واتساب، او عفوا بخصوص الفون كول يحتاج كود خارجي ام لا. هو انا مش فاهم سؤالك بالظبط، يعني ممكن تشرحه في الدرس، في الدرس ده سؤالك بالتحديد، يعني كبر سؤالك كده وشوف انا وانا هرد عليك ان شاء الله. بس هي الفكره كلها في انت هتقدر تعمل، عايز تعمل مثلا تربط التطبيق مع برنامج الواتساب عن طريق الشيرنج. يعني انت ممكن تشوف احنا درس من الدروس شرحنا الشيرنج فيه، تمام. ممكن تقدر تبعت لي الواتساب. في برضو حاجة تانية اللي هي الفون كول، انت تقدر يعني تخليه يتصل على طول، وده هنتعلمه برضو ان شاء الله. يعني حنان الحاج بتقول ممتاز بالتوفيق، ربنا يخليك يا رب. في مختار هريزي بيقول من الجزائر، بارك الله فيك، ربنا يخليك وبارك الله في حضرتك وفي اهل الجزائر المحترمين.
استاذ حسين محمد بيقول جعل الله في ميزان حسناتك يا رب جميعا، تبقى في ميزان حسناتنا جميعا يا رب. اتمنى بس يعني دول التعليقات، اتمنى بس الاشتراك في القناه لو انت مش مشترك، مش هتخسر حاجه يعني، لو اشتركت في القناه او فعلت زر الجرس هيوصلك كل جديد في دروس الدوره، وان شاء الله دروس هتقدر تستفاد منها وان انت تقدر تعمل تطبيق ويبقى ليك الكارير الخاص بيك. ندخل في موضوع درسنا يعني الخاص بيه، التاب لي اوت. التاب لي اوت، وقلنا ان احنا هنعمل كذا صفحه وليكن 3 صفحات خاصه بينا في الحاجه بتاعتنا في التطبيق بتاعنا. وممكن خلي بالك انت لو عملت الموبايل يعني لابتوب بيبقى شكله بالمنظر اللي انت ايه اللي انت شايفه ده، تمام. وطبعا الديزاينات بتختلف يعني، الالوان دي نفسها بتختلف، اللون اللي بنقف عليه ده بيختلف، كل حاجه بتختلف يعني. فهندخل على تطبيقنا، وهيبقى معانا برضو هيبقى معانا برضو ان احنا نقدر نشوف الحاجه عمليه يعني. في عندنا طبعا ده خلاص احنا قلنا ان احنا خلاص هنحذفه، كيو ار كود. كيو ار كود في هنعمل لها ديليت كده، ونبدأ هنبدأ مع حاجة جديدة اللي هي وليكن هنسميها تاب. تاب ايه؟ تاب لي اوت. فينش فينش، وهنسميها تاب لي اوت، تمام. ده بالنسبة لي تاب لي اوت. طبعا يعني هنعمل الصفحة بتاعتنا كده سنتر في السنتر، وهتبقى زي كده التاب لي اوت. تعال ننزلها كده، سميها تاب، تاب بي فور بوك. هتلاقيها في اللي اوت والنافيجيشن، تمام. نروح على اللي اوت كده والنافيجيشن، هنا اهي تاب لي اوت، تمام. ننزلها كده هتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. الويدث بتاعها بس اللي موجود، ده الخصائص الخارجيه بتاعتها. نتعرف على الخصائص كده مع بعض. الويدث بتاعها بس مش الهايت، يعني هي ما ينفعش تبقى هايت، لان هي زي ما انتوا شايفين كده بتبقى المنظر عامل كده، فما بتبقاش ما تقدرش تاكل اكتر من كده. فالويدث بتاعها انت بقى عايزه يبقى عرض الشاشه كده، او تبقى بياخد اوتوماتيك على حسب ما انت هتحط كام واحده هو بيقسمها لك، وده الافضل يعني، تمام. يا اما تبقى بطول الشاشه زي ما انتم شايفين كده، تمام. فخليها اوتوماتيك زي ما هي، او تعملها بالبيرسنت او بالبيكسل على حسب ما انت ايه، على حسب ما انت عايز. بس هتبقى ويدث بس، عرض بس. تابز اكتف تكست كلر، تابز اكتف تكست كلر، تمام. تعالى كده نشوفها، شوف اللون الابيض ده هنا لون ابيض، لا ده لون اوف وايت، تمام. بس هنا اكتف، اسمه اكتف، فكده هتبان ده التكست اللون بتاعه. فهنا لو اخترنا اللون البينك ده هيبقى اللون ده هو لون البينك، خلاص تمام. هيبقى لون الايه؟ هيبقى لون البينك. طيب تابز باك جراوند كلر، اللون ده بقى الخلفيه دي، اللون الخلفيه هنا ازرق، تمام. قال يا ترى انت عايزها ايه بقى، ازرق برضو ولا النظام زي دي بالظبط؟ ويفضل طبعا تبقى نفس القصه زي بتاعت الاسم يعني، زي اللي هي ايه، زي دي ازرق يعني، تمام. احنا ممكن نخلي دي التكست بتاعها وايت، خلاص. طيب تابز اندكتور، اندكتور كلر، تمام. اللي هو ايه بقى، اللي هو ايه، احنا قلنا ده. طيب اللي هي دي الخانه اللي تحت دي، هي اللون اللي تحته الافضل يبقى زي التكست ده اللي هو ده. اول ما تيجي هنا دي هتتحول على طول تبقى هنا، ان هي كانك انت بتختارها يعني، تمام. ده بالنسبه لي الثلاث حاجات دول. طيب تابز مود، هل يا ترى سكروبل، تمام، سكروبل ولا فيكسد؟ يعني سكروبل طبعا اللي هي تقدر ان انت لو انت حاطط واحده 5 ولا 6 جنب بعض تقدر تعمل لها ايه، تقدر تاخدها على جنب كده وتبقى يعني بايدك كده ان انت تحطها، يعني ان انت تقدر تعمل. طيب مش سكروبل بقى وفيكسد، هيحط كله جنب بعض على حسب المقاسات، بس هيضيق لك بقى في المسافه، خلاص. تابز تكست كلر، تابز تكست كلر اللي هي دي بقى التانية دي،
الكالر هيبقى التانية ايه؟ او الكالر هتبقى التانية ايه؟ ممكن تخليها مثلا الكالر هي تبقى ازرق، وليكن تخليها لون دارك كده جري، تمام، تبقى كده، تمام. طيب هنضيف ازاي بقى التبان؟ طبعا هو مفيش في الخصائص اللي بره طبعا الفيزابل دي ان هي متشافه ولا لا، تمام. طب هنضيف ازاي بقى التبان؟ بطريقه سهله جدا، هتبقى عن طريق الكود، كل حاجه هتبقى عن طريق الكود. طيب في البدايه كده احنا محتاجين ايه؟ محتاجين اول، معلش، اول ما الشاشه دي اللي هي في الديزاين، اول ما الشاشه دي تتحمل ابدا نزل لي الايه؟ نزل لي التاب او التابات اللي احنا ايه؟ اللي احنا عايزينها. فيعني احنا هنجيب البلوكس، هنقول في الاول كده في البدايه طبعا دي انتوا عارفينها، نعمل سلايس كده ونجيب التاب لي اوت ونتفرج على الخصائص بتاعتها. اول حاجه الكليك او الدوت بتاعتها، تمام، الاوامر يعني، بيقول لك وين تاب لي اوت دوت تاب ايتم سيلكتد، تاب ايتم سيلكتد، تمام، دو التاب والبوزيشن، تمام. نيجي كده نقول طبعا احنا هنا خلي بالكم دوت تاب ايتم سيلكتد، تمام. هنعمل ايه بعد ما تعمل، بعد ما تعمل سيلكتد للتاب تعمل ايه بقى المفروض، تمام. طيب في الاول بنقول كول وجيت وست، تمام، اي حاجه كده اي اداه. طيب هنا كول دوت اد نيو تاب، اعمل نيو تاب جديده. عندنا حاجتين هنا، نيم وايكون، يعني نيم وايكون، هنا نيم بس خلي بالكم، هنا نيم بس. طب تعالوا نشوف النيم والايكون، اهي نيم وايكون اهي، ولا ايه؟ نيم وايكون، تمام. في اد نيو تاب، ماشي، نيم وايكون وبوزيشن، على حسب المكان بتاعها هتبقى الترتيب الكام، الترتيب الاول، الترتيب الثاني، الترتيب الثالث كده يعني، هنا يعني. وخلي بالكم هي بتبدا من الشمال لليمين، يعني ما بتبداش من اليمين للشمال، تمام. فهتبدا هنا 1 2 3 كده يعني، فانت ممكن تختار البوزيشن بتاعها، لو انت اخترت اثنين هتبقى هنا تاني واحده. طيب كل تاب لي اوت دوت كاونت تابس ودوت ريموف اول تابس، لو انت عايز تعمل كل ان هو يعمل ريموف، وريموف تاب اد بوزيشن، تحدد البوزيشن المعين اللي هو يعمل فيه، تمام. والجيت والست طبعا اللي انتوا عايزين ايه، اللي انتوا عايزين لو انتوا عايزين تغيروا الخصائص. يبقى هناخد اول حاجه اللي هي اد تاب، اد نيو تاب. طبعا قبل كده لازم نكون رافعين الصور او الايقونات اللي احنا قلنا ان احنا هنعملها هنا، الخاصه بالايكونز اللي احنا ايه عارفينها عن طريق الموقع الجميل ده. و الايقونات كتيره جدا، احنا عايزين مثلا وليكن يعني احنا هناخد اي ايكونز كده، اي ايكونز يعني هننزلها وكده، وبرضه عشان الوقت انجز لكم في الموضوع يعني، احنا هننزلها طبعا زي ما انتم شايفين كده، وهنختار منها البي ان جي وننزلها يعني زي ما انتم شايفين كده، ادينا رفعنا الثلاث حاجات زي ما احنا متفقين كده، تمام. وهناخدهم زي ما احنا قلنا الدرس السابق يعني. طب احنا هنعمل هنا ايه؟ هنعمل تكست، يعني هنا بترجع بتكست سواء للايكون، سواء للايكون او النيم يعني. طيب ده اسم الايه؟ التاب اللي احنا ايه؟ اللي احنا عايزينه، ده التاب اللي احنا عايزينه اسمه والايكونز بتاعه، تمام. وليكن احنا هنسمي اول حاجه قلنا سي شارب، ماشي، هناخد دي كوبي ودي كمان كوبي، وهننزلها هنا كده، هما التابات اللي هي دي سي بلس، معلش عذرا، سي بلس وجافا. وهناخد بقى زي ما اتعلمنا قبل كده، ناخد عند الشوب دي مثلا، ناخد ايه؟ ناخد كوبي كده كنترول في، وهنا برضو ناخد الحاجة بتاعتها يعني،
هاخدها كده كوبي وناخدها برضو بيست، وناخد اخر حاجة اللي هي الصب دي. طبعا انا مختار ايقونات عشوائية، لازم يعني انت في التصميم بقى تبدأ تختار ايقونات كويسة. انت عندك الموقع اللي احنا قلنا عليه ده كده انضافت. طب تعال نشوف كده يعني هي موجودة على الموبايل ازاي، انضافت على الموبايل ازاي. تعال طبعا هو الايقونات هنا صغيرة، يعني انا لما جيت اخترتها 18، فمعلش بقى انتوا يعني ايه هتعدلوا اهو، انا جبتها لكم اهو يعني بص اهو اهي، وادي الجافا اهي تمام، ادي السي شارب وادي السي بلس بلس وادي الجافا زي ما احنا قلنا واخترنا الالوان تمام. طبعا انتوا لما تيجوا تختاروا اي ايقونة هنا الافضل، يعني وليكن الايقونة دي مثلا تختاروا الافضل 48، 48 هتبقى ايه الحاجه بتاعتها كويسه. فعذرا يعني انا اسف، هي الايقونات هتبقى مش باينه بس الايقونات هتبقى كبيره بالمنظر يعني. خلاص ده بالنسبه للجافا والبلس بلس والسي شارب. طب تعالى كده نشوف حاجه في الخصائص، اقول لكم انا الخصائص كده فين. شوف انت السي شارب الاسم اكتف تكست، تعالى نخليه ريد بقى، ريت اهو شوف نخلي ده مثلا وليكن تعال نخلي ده فيكسد، شوف منظره عامل ازاي، شايف بقى يخليها لك في النص اهي على حسب هي كبيره ولا صغيره. تعالى كده نخليها فول، شايف كبرت اهي الويتس بتاعتها كبرت غير لما نخليها كده. تعالى نخليها 90% كده، شايف الازرق، خلي بالك الازرق بقى بتاع، فنخليها زي ما هي موجوده كده. وادي السي بلس بلس وادي الجافا طبعا اللون تمام. ده بالنسبه لي الحاجات بتاعتها. طيب انا بقى عايز اول ما اضغط على السي شارب يعمل لي ليبل هنا يقول لي كذا سي بلس بلس والجافا، ماشي. تعال يبقى نعمل ايه اول حاجه، احنا هنعمل درس قبل كده احنا شرحناه وليكن احنا هنعمل ايه بقى، احنا هنجيب يعني احنا ده شرحنا حاجات زي كده ان احنا نجيب فيرجوال بقى والكلام ده، لكن احنا هنعمل حاجه كويسه، احنا هنعمل حاجه سيمبل كده عشان الوقت برضو بتاع الدرس، عشان برضو ايه ما نبقاش طولنا عليكم. هنجيب تكست هنا ونحطها بولد ونخلي بس ده 50 مثلا، لا احنا عايزينها مثلا 150 عشان تبقى في الوسط، ونخلي دي كده نقول ايه نخليها تاني نخليها 200 خليها 250 عشان تبقى في النص، يعني عشان تبقى زي ما انتم شايفين كده في النص. خلاص التاب لي اوت نخليه فول 30 خلاص، ونمسح خالص التكست دي ونخلي الكتابه في النص. واول ما يعمل اول ما يختار نبدا نختار ايه، نبدا نختار الحاجه بتاعتنا تمام. اول ما نختار هتبدا تظهر هنا تمام، ودي مهمه جدا. يعني انا دلوقتي عملت صفحات، انا عايز بقى اشتغل في الصفحات كده، يعني اشتغل في الصفحات اول ما اعمل اشتغل في الصفحات ايه كده تمام، ابدا اشتغل في الصفحات الحاجات دي. انا بعالجها بايه عشان ما انزلش حاجات، بعالجها بالفيرجوال. يعني ايه فيرجوال؟ يعني ان انا انزل حاجات زي كده اهي في اللي اوت، اهي في اللي اوت بتاعتي في الجنرال حاجات زي كده، وابدا احط فيها الحاجات بتاعتي. انا شرحتها قبل كده في دروس قبل كده، فممكن ترجعوا لها على القناه، يعني انا في القناه شارحها يعني تمام، في الفيديوهات هنا هتلاقيها شارحها يعني في البوتوم حتى نافيجيشن يعني شارحها تمام، فممكن ترجعوا للايه للحلقه وهو هتلاقوا فيها حاجات جميله يعني. طب ده بالنسبه لي ايه نقفل ده كده، ده بالنسبه لي الحاجه دي يعني. طيب فاحنا هنكتب بس حاجات بسيطه كده، انت اهم حاجه انت تفهم بس ايه معنى الحاجه. هنكتب ان انت هنا سي شارب او سي بلس بلس او الجافا يعني خلاص. طيب انت دلوقتي المفروض نعمل ايه بقى؟ اقول لك انا هي الفكره بالتفكير، يعني هي الفكره تفكير. طب تابلي اوت دي عندنا ايه؟
عندنا وين تاب لي او تاب سيلكتد. اول ما تختار التاب بتاعتك، ماشي، اول ما تختار التاب بتاعتك هو مديك متغيرين، مديك تاب وبوزيشن. احنا اتفقنا البوزيشن واحد اتنين تلاتة، ده البوزيشن. طب ده يبقى انا يوم ما اجي اختار سي بلس بلس يبقى اتنين تلاتة كده. التاب الافضل التاب، انا بالنسبة لي ان انت التاب افضل ليك. فاحنا هنيجي نعمل شرط اللي هو الاف ونعمله كده، تمام، ونقول ايه بقى، نجيب اللوجيك، تمام، ونجيب ده يساوي ده. ده عملناها برضو في البوتوم نافيجيشن، بوتوم نافيجيشن عملناها، هما الاتنين شبه بعض يعني الاداتين. ونجيبه في السايد منيو برضو عملناها، خلي بالكوا يعني السايد منيو برضو عشان لو تقدروا ترجعوا لها، الـ مش المنيو ايتمز، في السايد منيو اهي دي عملناها برضو، ايه، عملنا نفس القصه يعني. التاب هنجيب التاب كده، جيت تاب، جيت مش ست، خلاص جيت اهي، اول ما اقف عليها بتديني الجيت والست، تمام. جيت تاب بيساوي ايه؟ بيساوي يا سيدي، بيساوي السي شارب. هناخد ده دوبليكيت كده ونحطها هنا، ونحط بقى الشرط اللي احنا عايزينه اللي هو الليبل. هات يا عم الليبل، ست ست بقى، ست دوت تكست، ايوه شاطرين كده، ماشي. وهات السي شارب دي نكتبها، يعني معلش دي احنا عايزين بس دي كده، اكتب لي سي شارب، ماشي. تيجي نكتبها بالعربي، تعال سي شارب، خلاص، ونعمل دوبليكيت للحاجات دي. انا برضو يعني انت ممكن تعمل دوبليكيت، خلي بالك، وممكن تعمل ده اف اف الس الس اف، بس الافضل اعمل دوبليكيت يعني عشان كل حاجه تبقى ايه خاصه بالحاجه بتاعتها يعني. بس انت ممكن تعمل اف الس يعني اف او الس اف، قصدي معلش. هنا طبعا هنغير كلمة سي، ناخدها كوبي كده وناخد دي سي بلس بلس، وهنا ممكن ناخد برضو ناخد دي اللي هي، فلازم تاخدها كوبي زي ما هي بالظبط، كنترول سي وكنترول في، تمام. جافا، خلي بالك، تعال نشوف كده، تعال نشوف. طبعا هو يعني اهو بص بص، ادي جافا اهي، وادي سي شارب، وادي سي بلس بلس، وادي الجافا اهي اهي اهي، بصوا اهي، تمام. ممكن تغيروا اللون يعني، ممكن تعال نغير اللون كده، بس نغير اللون بتاع التاب الاول، نخليه وليكن، نخليه ايه، نخليه اسود. وهيمشي مع ايه بقى، نخليه اسود ونخلي الالوان تتغير. طيب تعال نغير الالوان كده، نقول له احنا عايزين نغير ايه، لون ايه، لون السكرين، الباك جراوند بتاع السكرين، خلاص لون الباك جراوند بتاع السكرين اللي هي ايه بقى، سكرين 1، خلاص سيت باك جراوند، فين باك جراوند، هات اي واحده كده، لما تو هات اي واحده واضغط هنا، وهات باك جراوند كلر اللي احنا ايه اللي احنا عايزينها يعني. انت ممكن تجيبها من فوق عادي وتتعمل، والكلر هات الكلر كده، وهات لون اللي انت محتاجه وليكن لون، هات الوان غير الاسود بقى اهي، دوبليكيت، ديليت بلوكس. بص انت لو دوست هنا، خلي بالك مش لازم تروح عند الكلر، ممكن تدوس هنا تطلع لك باليتة الالوان، تختار منها اللي انت ايه اللي انت عايزه، ماشي. كل حاجه كل مره بنتعلم حاجه جديده في كل حاجه، عشان كده بقول ان انت لازم تشاهد الدرس من اوله لاخره يعني. انت يعني بتشاهد ايه، نص ساعه في اليوم، مش حاجه يعني، او ساعه في اليوم مش حاجه بالنسبه لليوم كله يعني. نختار لون تاني وليكن ازرق، تمام. تعالى كده نشوف، تعالى كده
بص 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 اهي تمام. ده بالنسبة لتاني حلو، ده بالنسبة لتاني موضوع. طيب تعالى بقى نعمل حاجة، ايه رأيكم نضيف تاب جديد، نضيف تاب جديد بس بوزيشن معين، بوزيشن معين. يعني ايه بوزيشن؟ يعني في مكان معين احنا عايزينه. خلاص وليكن احنا قلنا التابلي اوت، قلنا خلاص اول واحده ايه ده بقى البوزيشن اللي انا عايزه. انا خلينا بس دي كده، دي الامر اللي احنا عايزينه. معلش خلي بالكوا هنا بقى عشان انتم ممكن تعملوا حاجات غلط وكده، فاحنا ممكن نحطها تحت كده ونخلي دي فوق. ماشي. طبعا احنا هنا مدينا انذار اللي هو الحاجات دي فاضيه، يعني احنا لو جبنا هنا هتلاقي ان ايه يعني شو وورنينج، هتلاقي ان الوورنينج هنا ايه. خلاص. فانت النيم والايكون والبوزيشن بقى، مش نيم وايكون بس، لا ده نيم وايكون وبوزيشن. تمام. احنا عايزين تبقى رقم اتنين، يعني بص هنا تبقى رقم اتنين هنا، وليكن هنسميها مثلا ايه بايثون، هنخليها رقم اتنين بقى بدل السي بلس بلس. طب ازاي بقى؟ يعني انا مش حاططها في الترتيب اهو، يعني مش حاططها تاني واحده هنا، لا ده انا حاططها في رابع واحده ومع ذلك انا هجيبها فوق. تمام. تعالى كده يعني نختار حاجه تانية او نختار ايقونه تانية، بس هختار لكم بقى ايقونه كبيره المره دي بقى، هجيب لكم ايقونه كبيره كده. ماشي. ايقون زي ايه، ونجيب ايقونز كبيره. وليكن ايكونز اللي هي ايه بقى، وليكن دي مثلا ايكونز كبيرة. خلاص. ودي ونبدأ نحط لها الحاجة دي. خلاص رفعناها اهي. تمام. وبقت كبيرة، شوف الفرق بينها، دي صغيرة ودي كبيرة، ده البريفيو يعني المعين. هنيجي طبعا نجيب طبعا ده، خلي بالكم خلي بالكم عشان في تكاية هنا، وهنجيب دي كده برضو في الايكونز، هنختار منها اللي احنا عايزينه، هنكتب هنا كلمة بايثون، بايثون. وهنجيب في الاستس الايقونة اللي ايه اللي رفعناها، هندوس كوبي ونكتب ونعمل هنا بيست. خلاص. البوزيشن بقى، البوزيشن تعالى كده نشوف، مش هيقبل، مش هيقبل تكست، عشان بس ما تجيش تحط تكست وتقول لي اصل مش راضي يقبل ليه، لازم تفهم النقطة دي. خلاص. هيقبل ايه بقى؟ البوزيشن 1 2 3 4 يبقى نمبر، يبقى بيرجع نمبر. خلاص اهو هنجيب نمبر، احنا قلنا 1 و2 اهي، 1 2 3. انا عايز اجيبها بدل سي بلس بلس، والسي بلس بلس تروحها ل3، وهي مع انها رقم 4 هنا، خلي بالكم يعني، خلي بالك هنا رقم 4، فاحنا هنخليها 2. خلاص. تعالى كده نشوف بس ايه، تعالى كده يعني بص تعالى نجرب كده، نعمل ريفرش فشوف سي شارب اهي بايثون. طبعا احنا واخده نفس الامر بتاع السي شارب، خلي بالك واخده نفس الامر الا لو ايه غيرنا، اللي هي واخده الامر بتاع الديفولت اللي هو رقم 1. تمام. فهتفضل واخده نفس الامر. طب تعالى نغيرها كده، بقت رقم 2 اهي اترحلت، والسي بلس بلس اترحلت. تمام. عشان كده الافضل ان انا اعمل ايه لما اجي اختار هنا التابز، اختار بالتاب مش بالبوزيشن يعني. تمام. طيب عندنا هنا ايه هنعمل، ايه هنعمل واحده جديده. خلاص. وهنختار اللي هي البايثون، فين البايثون اهي، وهنسمي هنا بايثون، ما حاول ما تحطش ايه، حاول ما تحطش مسافات يعني في ده، طبعا ده تكتب فيه اللي انت عايزه وده تكتب فيه، ونغير اللون مثلا للون ده. تعالى كده نشوف، بص اهي، بص اهي. ماشي. فالموضوع سهل، موضوع ايه، طبعا تقدر بقى انت يعني بدل بايثون دي وبدل الحاجات دي تقدر تكتب اللي انت عايزه، يعني تقدر تعمل في الصفحات دي اللي انت ايه
اللي انت عايزه. شوف الايقونه كبرت ازاي هنا، بص بص الايقونه كبرت اهي تمام عندي، يعني عشان كده بقول لك اختارها 48 افضل. يعني في ايه تاني؟ نقفل دي كده. في ايه تاني هقول لكم؟ يعني هو انا عايز ادي لكم كل حاجه، يعني بصراحه عايز ادي لكم كل حاجه. طب يعني تيجي نعمل حاجه، تيجي نعمل حاجه اقول لكم، يعني هو في فكره كده معينه انا عايز المستخدم هو اللي يضيف، ايه رايكم؟ تيجي نعمل الفكره المجنونه دي تمام، تيجي نعمل الفكره المجنونه دي. ماشي اوكي، تعال نعمل الفكره المجنونه دي ان احنا نخلي المستخدم هو اللي يضيف. خلاص، بس هيضيف ايه؟ هيضيف اسم، ايكون، هيضيف الايكون اوكي، وهيضيف طبعا هنضطر، بس يعني حوار الايكون والحاجات دي احنا هنخليها للدروس المتقدمه، لان انتوا هتاخد وقت من الفيديو، احنا الفيديو خلاص خلاص وقت الفيديو كبر يعني قوي، فطبعا عشان ننجز ايه في الفيديو شويه، فهنضطر ان احنا نخلي ايه المستخدم هو اللي ايه يعمل يعني. فاحنا هنعمل ايه؟ اقول لكم انا، احنا نجيب تكست بوكس، وليكن تكست بوكس ماشي، وخليها هنا كده ماشي، شوفها تبقى ظاهره فوق خلاص، ونقول ضيف، يعني هنخلي هنا إضافة، نعمل فونت بس كده ونعمل 16 ماشي، ونمشي نكتب هنا أضف صفحة جديدة ماشي، ونخلي التكست سنتر خلاص، يعني زي كده اهي، أضف صفحة جديدة. اول ما نضيف، اول ما نكتب الصفحه، اول ما نكتب يروح ضايف ايه؟ ضايف الحاجه دي. طيب بس طبعا ايه، اول ما التكست ده لازم بوتون، لا ولا احنا هنضغط على ايه؟ ما هو لازم بوتون خلاص، فاحنا هنجيب بوتون تحتي كده على طول ماشي، وهنضيف نكتبها اد مثلا خلاص زي كده اد. تعالى نتفرج كده هنعمل ايه. هنروح عند البوتن، هنروح عند البوتن بتاعنا اللي هو اللي احنا هنضيف عليه، وندوس كليك تمام. وهنعمل ايه بقى؟ هنيجي عند التابلي اوت ونعمل اد نيو تاب خلاص، وهنعمل في النيم، هنعمل في النيم، بص بص هنعمل في النيم ايه بقى؟ مش تكست بقى، لا هنجي نيجي عند التكست بوكس كده خلاص، هنيجي عند التكست بوكس كده ونعمل ايه بقى؟ وهنجيب التكست بوكس دي، التكست دوت تكست، فين هي بقى؟ اهي اللي هي دي ماشي، خليها فاضيه ولا نملاها بحاجه فاضيه؟ يعني على حسب انت عايز ايه، اللي هي الايكونز دي او دي. طب انت ليه مش عايز تشرح ان انا ممكن اضيف ايكون؟ لا انت هتدخل في درس تاني لسه هيتشرح، فساعتها هندخل لما نيجي ندخل في الدرس التاني اللي هيتشرح ده ندخل معاه تمام، نفهم برضو الحته دي. فانا طبعا ان انا اشرحها لك ابقى بظلمك يعني. فانا دلوقتي انا عندي زي ما انتم شايفين كده اهي ثلاث حاجات اهي، سي بلس بلس وسي شارب وسي بلس بلس والجافا خلاص. انا هضيف ايه؟ هضيف صفحه جديده لدول خلاص ماشي. نيجي بقى نقول ايه؟ نقول اللي هيتكتب في التكست بوكس، المستخدم بقى هو اللي هيضيف الصفحه الجديده ماشي. نيجي نعمل كده، نكتب ايه؟ نكتب يعني احنا هنغير بس البايثون كده عشان يبقى الشكل عام كده، اعمل كده نكتب بسيطه بسيطه جدا ات. هو بيقول لي ان في خطا، فهو طبعا ممكن يكون في حاجه، بس هو ايه؟ اد نيو تاب تمام. طيب ده بالنسبه لي في مشكله هنا، هو في اوقات بيبقى الايميليتور في مشكله، هو بيقول لي ان في ايه؟ بص انا هقول لك بقى اريحك،
بيقول لي ار رونج نمبر اوف ارينجمنت فور اد نيو تاب يو ويل نوت سي انذر ايرور ريبورت كذا. طيب تعال نجرب حاجه، تعال نجرب. انا على فكره اول مره اجربها يعني، فما فلو حصلت مشكله ما فيهاش مشكله، ما مش نهايه الدنيا، نجربها تاني يعني. ده فكره جت في دماغي على فكره يعني. تعال كده نشوف دي، تعال نشوف كده، نشوف البوزيشن، نجيب نمبر كده في البوزيشن، نجرب. احنا هنخسر ايه يعني؟ نخلي البوزيشن احنا عندنا كام؟ 4، فنخلي 5. وتعالى نعمل ايه، تعالى نعمل السكرين، نعمل لها ريفرش. خلاص ريفرش، ونعمل زي ما انتم شايفين كده ايه اهي، بايثون والبلس بلس، ونعمل كده ونبدأ نكتب ايه وليكن بسيطة. هو بيقول لك طبعا ان انا برضو في نفس المشكلة. طب تعالى كده نشوف نكتبها انجلش، يعني مش عربي. بيقول لي برضو نفس المشكلة، ان انت في الارينج دي في مشكلة. هحلها لكم، بس انا طبعا ايه محتاجة كده شرح، ممكن اعمله في اللايف او حاجة، ممكن اعمله ايه في اللايف يعني. بس هو في مشكلة ايه بقى؟ طب تعالى نجرب كده، نعمل ريفرش التطبيق. تمام ظبطت اهي، ظبطت اهي. بصوا تعالى نعمل ريفرش كده، طبعا اول ما اعمل هتختفي. تمام تعالوا كده نجرب. شوف المشكله كلها، انت لما بتحصل لك مشكله الافضل ان انت ما تسكتش، جرب مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما هتلاقي في حل للمشكله بتاعتك دي. كل المشكله في الايكون، ان لازم تعمل الحاجه دي. تمام كده مش هتنضاف، لازم الايكون كده حتى لو هتبقى فاضيه زي ما انتم شايفين. فتعالى كده نضيف اهو، نكتب كلمه بسيطه اهي، بقت الكلمه بسيطه جدا اهي بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. تمام ممكن نكتب كلمه بسيطه طبعا عشان ما فيش ايكون، خلي بالكم، بسيطه بالانجلش اهي، بسيطه دخلت بالانجلش اهي. خلاص تمام، هي هتتكتب بطريقه كويسه يعني. فطبعا هو عشان البتاع الديزاين لي اوت، التاب لي اوت فيكسد، ممكن نعملها سكرول يعني، ممكن نعمل بسيطه اهي. بص اهي دي، ونقدر نعمل اللي احنا عايزينه لما بدل ما التابز اهي، يعني بدل ما التابز يبقى ممكن نعملها التابز هنا بقى، لو هنيجي نعملها دي ممكن نقول اف لو اليوزر دخل التاب الجديده بتاعته ابدا اعمله اللي هو عايزه. اللي هو ازاي بقى؟ هقول لكم ازاي. نبدا نقول كده دوبليكيت، ونمشي البايثونز دي خالص، وناخد كوبي من دي اهي. لو التاب يساوي ده ايه، هدي طبعا كده، لو التاب يساوي ده اعمل ايه، اكتب اللي انت عايزه، او خلي المستخدم يعمل اللي هو عايزه بقى، ينشئ حاجه، يعمل حاجه كده. خلاص الموضوع سهل وبسيط، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا درس النهارده. الدرس سهل وبسيط بس مهم جدا جدا. في حاجة أخيرة عايزين نشرحها برضو، اللي هي عشان نبقى شارحين الأداة دي بالكامل، في الكاونت تابز، في ريموف اول تابز. لو أنا عايز أخفي كل التابز مرة واحدة، عملت بوتن مثلا هنا وقلت إن أنا ريموف، فأجيب كليك وأدوس ريموف اول تابز يخفي كل حاجة. وفي ريموف تاب البوزيشن بتاعه، ان انت تختار البوزيشن بتاعه هو رقم كام، تقدر تحذف ايه،
تحذف التابه نفسها. وطبعا الجيت والست دول طبعا بتبقوا معروفين لحضراتكم. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا بدرس النهارده. اتمنى اللايك الشير التعليقات، لو في تعليقات ان شاء الله باذن الله ممكن في نهايه الاسبوع هنعمل بث مباشر هنلم فيه كل حاجه بقى، الحاجات القديمه والاسئله بتاعتكم. فاتمنى انا طبعا يعني هقول على القناه ان مثلا البث المباشر النهارده مثلا او بكره احتمال كبير يبقى يوم الجمعه ان شاء الله، هيبقى الساعه مثلا كذا ان شاء الله قبلها بفتره كده عشان برضو تنتظروني يعني. وهنقعد ندردش في الشات وهندردش في كل حاجه عن الدوره بالكامل، ولو في حاجه معينه انتوا عايزين تسالوا فيها او عايزين نعملها او عايزين مثلا تطبيق معين انتوا مش فاهمينه او حاجه او حاجه من الدروس السابقه، هنكون معاكم ان شاء الله باذن الله في بث مباشر لاول مره في القناه ولاول مره في الدوره من ساعه ما بدانا القناه يعني. ان شاء الله باذن الله هنكون عند حسن ظنكم وبالتوفيق ان شاء الله. ويا ريت لو مش مشترك في القناه لسه مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس، مهم جدا بالنسبه لنا كدعم، مهم 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 ان انت تعمل لايك على الفيديو، مهم ان انت تعلق ولو بتعليق بسيط عن رايك في الدوره وعن حتى لو نقد احنا بنرد يعني وبنتقبل النقد عادي. وبالتوفيق ان شاء الله وينتظرونا في حلقه قادمه من دوره صمم تطبيقك نفسك بدون برمجة مع قناة بسيطة جداً.